من بداية عملية طوفان الأقصى وإحنا بنقول إن العالم قبل 7 أكتوبر أبدا مش هيكون هو نفسه العالم بعد 7 أكتوبر، لأن المقاومة ما حركتش بس القضية الفلسطينية، لأ دي عملت انقلاب في وعي العالم باللي بيحصل في الشرق الأوسط، بس هي كمان حركت ملفات كانت مستقرة زي مثلا ملف الوجود الأمريكاني في العراق، وكشفت حاجات ما كناش نعرف عنها حاجة إلا بعد 7 أكتوبر، زي خطط التهجير اللي كانت إسرائيل بتنفذها على نار هادية. من الملفات اللي حركتها عملية طوفان الأقصى قضية الوجود الأمريكاني في العراق بعد 20 سنة وأكتر من الغزو، واللي النهاردة بدأت تطرح بشكل علني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قالها صراحة إنه العراقيين ما بقوش عايزين القوات الأمريكية على أرضهم، وعايزين خروج سريع ومنظم لأي قوات باقية من التحالف اللي غزت بيه أمريكا العراق في 2003. صحيح رئيس الوزراء العراقي محدش يعني سمع منه معاد لخروج القوات دي من العراق، لكنه أكد أنه الخروج لازم يحصل بهدوء وعن طريق التفاوض، لأن وجود القوات الأمريكية على أرض العراق بتعمل زعزعة زي ما قال لاستقرار البلد، خاصة مع تداعيات حرب غزة، خاصة أنه الأمريكان بدأوا ينفذوا ضربات ضد فصائل عراقية هجمت القواعد الأمريكية كنوع من الدعم لغزة، والضربات الأمريكية دي طلعت جزء من قوات الأمن العراقية الرسمية، فبالتالي ممكن استمرار وجود القوات دي يرجع العراق تاني يبقى أرض معركة، يبقى بؤرة صراع إقليمي هي مش طرف فيه، لأن تحول القواعد الأمريكية لأهداف للفصائل ممكن يستدعي تدخلات خارجية، ممكن يرجع العراق تاني يعيش في حالة قلق وعدم استقرار ما صدق العراق أنه عداها. يعني شفنا مثلاً رسائل نصية SMS اتبعتت للمواطنين في العراق بتقول: عزيزي المواطن، هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟ يرجى المساهمة برأيك عبر الاستطلاع الذي ينظمه المركز العراقي لقياس الرأي العام. طيب معنا على التليفون الدكتور كاظم ياور الباحث في السياسات الاستراتيجية من أربيل العراقية. أهلا بحضرتك دكتور كاظم. العراق تريد سحب القوات الأمريكية من أراضيها، هل هذا يمكن؟ وطبعا العراق وضحت أنه لازم يبقى الخروج خروج هادئ، إزاي تقدر العراق تحقق ما تريده؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. طبعا لا شك أن العراق ما بعد 2003 يعني أصبحت هناك علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت هذه العلاقات في مستوياتها السياسية وكذلك الأمنية والاقتصادية. العراق فيها ند للولايات المتحده الامريكيه، ام يعني بخلاف ذلك ان المشروع الامريكي لديها هيمنه على ربما مقدرات او قرارات او سياسات العراقيه الساعيه الى بناء استراتيجيات عراقيه مستقله، لديها رؤيه عراق نابعه من الشعب العراقي، من الحاله العراقيه، ولكن هذه الامور اكيد هناك معوقات. نعم. الامريكيه المنطقه لا شك الكل يعلم ان موقع العراق جغرافيا جيوسي له يعني تاثير واهميه بالغ الاهميه بالنسبه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في المنطقة. نعم. لكن هل ممكن أمريكا تستجيب للعراق وتسحب قواتها؟ يعني هذا الأمر لا نستطيع القول أو نجيب عليها بنعم أو لا. كما ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى العراق
لديها استراتيجيات بعيدة المدى، لا يمكن يعني بليل أو في يوم واحد أن تنسحب من العراق وتتخلى عن كل هذه الاستراتيجيات المبنية في المنطقة. العراق حاول كثيرا مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هناك تكاملية في هذا المجال، أن تكون هناك التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والديمقراطية، بعيدا عن تكون هناك مناكفات عن صراعات إقليمية. الولايات المتحدة الأمريكية ربما لديها صراعات دينية مع دول إقليمية مجاورة للعراق كإيران وكذلك سوريا وأحيانا حتى مع تركيا. فتورط الولايات المتحدة الأمريكية وورط ربما شيئا من السياسات العراقية لهذا الاتجاه. فعراق عبر مؤسساتها الرسمية رئاسة الوزراء والبرلمان العراقي تسعيان بشكل واضح إلى تجنيب العراق من كل هذه المشاكل التي يعني مصاحبة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. نعم. هل المواطن يعني العراقي لما اتبعت له الرسائل النصية دي كان في إقبال للرد؟ يعني المواطن العراقي هل فعلا هو شايف انه افضل له انه القوات الأمريكية تنسحب؟ وهل الموضوع ده يعني كبر اكتر في دماغه بعد الحرب على غزة؟ يعني مواطن العراقي لربما هناك يعني معيار واضح. الانتخابات التي تجري في العراق بعد 2003 هناك يعني عزوف كبير للمشاركة السياسية في هكذا انتخابات، نتيجة أنها بدأت بمشروع أمريكي طائفي يقسم المناصب في الدولة العراقية و يبث بعض السياسات لم تألف عراق عليها. عراق الدولة يعني كانت وتريد أن تبقى دولة وطنية تحتفظ على جميع المكونات العراقية بشكل متساوي. فالمواطن العراقي بصريح العبارة يعني يشمئز من السياسات التي اتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي المنطقة، فدائما يريد يعني ان يتحرر العراق من هكذا القيود، من هكذا استراتيجيات. ولكن كما ذكرت هذه الامور هي يتحكم بها الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه، لديها يعني قوه اقتصاديه كبيره وقوه سياسيه فرضتها على يعني على مقدرات العراقيه. فالتخلص من كل هذه التبعات من هكذا القيود بين ليلة وضحاها لا يمكن هذا الأمر في فترة زمنية قياسية. ولكن كما رأينا أن سيد رئيس الوزراء العراقي يعني لديه رؤية ربما يعني نوعا ما وسطية في هذا الموضوع، بأن تكون هناك جدولة لانسحاب القوات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقر بأخطائها وكذلك بسياساتها، لدرجة أنه بغداد بتصف أنه القوات الأمريكية في العراق هي سبب زعزعة الاستقرار في المنطقة. نعم، هذا الأمر موجود لا شك. أن كما ذكرت هناك مشاكل مع إيران، مع ملف السوري، وكذلك مع بعض الفصائل ربما تضرب عنق تركيا من العراق. الولايات المتحدة الأمريكية لديها أجندات خاصة بها، وعراق لا تريد هذه الأجندات أن تبقى على أراضيها. نحن كان يهمنا أن تكون هناك مساعدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في جوانب استشارية لتدريب القوات العراقية، وكذلك الدعم لمؤسسات التعليمية وتعزيز الديمقراطية، هذه الملفات. ولكن مع الأسف الشديد نرى أن قوة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الملفات الإنسانية السياسية الاجتماعية تكاد تكون في حالاتها نحو الصفر. ولكن في جانب الأمني وفي جانب يعني مخططات أو استراتيجيات التي تزعزع المنطقة نتيجها تركز على هذه الأمور بشكل أكبر.
أشكرك دكتور كاظم ياور الباحث في السياسات الاستراتيجية، كنت معنا من أربيل العراقية.